والكنيسه دي بقى انشئت في اواخر القرن الاول. برضو عايز اعلق على نوريه انشئت، ما قلناش هي ما قلناش. هي لم تنشا احنا قلنا السيده العذراء والعائله المقدسه جم قعدوا في بيت قديم في البيت. لكن قلت ان المكان ده كان مقدس ازاي. تمام. البيت ده قبل ما تيجي العائله المقدسه كان ايه اللي بيه؟ البيت مهجور بس هي الايه اللي الايه دي بتاعت اشعيا ما كانش حد يعرفها. احنا لما جينا كمسيحيين وقرينا الاسفار المقدسه وقرينا الايه دي هوب يبقى دي تمام، لان مفيش وطبعا في الاورال تراديشن ما قبل ما تنتقل، لان طبعا قبل ما الانجيل يتكتب ويتوزع الى اخره دي في فترات طويله قوي. المسيحيين هنا اللي هم اربع قرون. انا عايز اتاكد كمسيحي ازاي هم جم، ايه الاثر اللي عندي هنا يقول لي ان هم فعلا جم هنا. هقول لحضرتك احنا كمسيحيين تقليديين يعني تراديشنال، انا بتكلم عن الكنيسه الارثوذكسيه والكنيسه الكاثوليكيه. تمام. مصادر ايماننا المسيحي ثلاث مصادر. تمام. في حاجه اسمها او الكتاب المقدس نمره. أيوة. واحد. في تعليم الرسل، في التقليد اللي هو تراديشن. ده التقليد هنا. تمام. لكن في الانجيل لم يذكر الا قوم وخذ الصبي واهرب الى ارض مصر، لما او قوم وخذ الصبي وارجع الى ارض مصر. مزبوط. لكن تفاصيل العائله المقدسه في مصر ده تراديشن من الاورال اللي هو الشفاهي ومنه المكتوب. لكن بالنسبه لنا في كنيسه المحره او في دير المحره كثير من الكتب الكنسيه تتكلم عن هذه الزياره والتقديس. انا عايز اقول لك على التقديس. يقول لي التقديس ده مهم جدا، لانه يعني احنا بنتكلم عن بيت عاشت فيه العائله المقدسه. تمام. وغادروا الى ارض فلسطين او رجعوا لارض فلسطين. بدات من هنا رحله العوده. رحله العوده يعني هنا كانت نهايه رحله الوصول واستقروا هنا. اذا كنت بقول حاجه غلط صلحها. تمام تمام. واستقروا هنا العائله المقدسه وبعدين بدات رحله العوده الى فلسطين من هنا. من هنا بعد احداث القيامه في ايفنت، في حادث مهم جدا في كنيستنا القبطيه، هو بنقول كده ست هاتور، ده 16 نوفمبر تذكار اجتماع المخلص يسوع المسيح مع والدته العذراء والتلاميذ الاطهار لتدشين بيعه العذراء بجبل قسقان. يا سلام. البيعة اللي جاي منها في القرآن. البيعة هنا اسمها جبل قسقام، كنيسة قسقام، منطقة هنا في جبل اسمه قسقام أو دير جبل قسقام، لأن في جبل هنا اسمه كده الجبل الغربي. ده اسم فرعوني بقى وقديم وليه قصة تانية. تمام. ده حضرتك يعني محضر. تمام. لا لا خالص خالص. 100 يعني ده أنت معايا أونلاين. فهم التقديس ده أهم حادثة بالنسبة لنا، يعني أكتر قداسة، لأن المسيح. إيه بقى هو التقديس؟ فهمولي. هقول لحضرتك، ما هو التقديس يعني تغيير هذا من بيت للسكنة لمكان للصلاة. مكان عبادة مهم. مكان عبادة مهم جدا. هو مجرد أول وصولهم ده تقديس، مجرد عيشتهم هنا. تمام. هو ده. لكن أنا بتكلم على إكسترا تريديشن. إيه بقى هو الإكسترا؟ اللي هو أنه اجتماع ربنا نفسه، ربنا يسوع المسيح مع تلاميذه، دي زيارة تاني مخصوص لهذا المكان لتفريده أو أن يصبح منفردا أو متفردا. السيد المسيح بعد ما كبر جه هنا بعد القيامة. بعد القيامة. بعد القيامة، بعد أحداث القيامة. التلاميذ كانوا لسه في الجسد. كانوا عايشين، والعذراء كانت لسه عايشة. السيدة العذراء مريم قم هنا على سحابة بطريقة معجزية. وقدس هذا المكان بيده اللي هي بحضور التلاميذ والعذراء. ده اللي بيجعل الكلام ده المكان. يعني آخر مشهد لسيد المسيح في اعتقاد المسيحية هو ده المشهد ده؟ لا مش ده. امال ايه تاني؟ ده من ضمن مشاهد اخرى تكلم عنها سفر اعمال الرسل والى اخره، او الاناجيل البشريه. انت بتقول بعد القيامه. بعد القيامه. المسيح استمر في الجسد 40 يوما يظهر لتلاميذه ويتحدث عنهم، بنقول كده في امور مختصه بملكوت السماوات. يبقى اذا خلال ال 40 يوم دول زين ال 40 يوم كان يزيد في ال 40 يوم. في ال 40 يوم مش معروف اي وقت فيه. لا ما نقدرش نقول. انما في ال 40 يوم اعمال السيد المسيح في ال 40 يوم لتلاميذه. تمام. كان منها زيارة جبل قسقام وتقديس هذا البيت الذي عاش فيه مع والده. دي معلومة أنا ما أعرفهاش، بس دي تخلي المكان حاجة تانية. ده في أعباق ما يعرفوش الحكاية. دي تخلي المكان حاجة تانية خالص. طبعا